محبو رودز رانرز، برحب فيكم بوقفة جديدة، واليوم مع وقفة مميزة جدا. شوفوا أنا وين. ترى أستون مارتن R22 هي سيارة الفورمولا 1 اللي بتسابق فيها الشركة الإنجليزية، ومع سيئين جدا محترفين. أول هو بطل العالم 4 مرات سيباستيان فيتيل الألماني ولانس سترول، هذا تاني موسم مع شركة أستون مارتن ببطولة العالم للفورمولا 1، وبدي فرجيكم هذه السيارة وتفاصيلها. خلونا نبلش بالمقدمة وشوفوا. أولا بيلفتكم نظركم هذا اللون الأخضر الرائع. السيارة صحيح بتشوفوها صغيرة على الحلبة يمكن، ولكن قدامكم بالعين المجردة سيارة طويلة كتير. بالطبع يطغى عليها الكربون فايبر all over the car من الأمام وحتى الخلف. شوفوا هذه البليت اللي بتأمن الهواء إنه يقطع من تحتها، حتى نوصل على الهيوج رير ديفيوزر ومخرج العادم بالنص، وأكيد الرير سبويلر. كلنا بنعرف إنه في عنا أنظمة كهربائية بعالم سيارات فورمولا 1 هذه الأيام، هايبريد يعني، والسيارة بإمكانها إنه تربح عدة أحصنة بالخطوط المستقيمة وبأماكن محددة. شوف الكربون فايبر، و ما بعرف شو بدي أخبركم، إذا هودي أسنين معمولين كربون فايبر، عاكسات هوائية عديدة جدا بالعشرات على هذه السيارة ليأمنوا تماسك، مثالي لها إن كان بالمقدمة أو الداون فورس على العاكس الخلفي يلي بيأمن التماسك الأساسي لهذه السيارة. كلنا تعرفنا على كلمة كاربون فايبر وصلنا نشوفها بالسيارات من بعد ما اختبرتها الشركات بسيارات فورمولا 1، وأيضا مما فرضته الفية على الشركات والصناعين نظام الهالو يلي هو هذه القطعة التي حمت العديد من السائقين من الموت المحتم أو إصابات بليغة خلال الحوادث اللي تعرضوا لها. قطعة من التيتانيوم مغلفة بألياف الكربون قادرة تتحمل وزن باص لندن من طابقين، واجت الفكرة بعد الحادث الخطر يلي تعرض له البرازيلي فيليبي ماسا خلال سباق هنغاريا عام 2009، عندما طارت قطعة ميكانيكية من سيارة أمامه واخترقت الخوذة تبعه وكسرت له جمجمة راسه. العديد من السائقين عند طرح الفكرة عارضوها، ولكن اكتشفوا أنهم كانوا على خطأ، وهذا النظام الهالو حمل العديد وأنقذ العديد من الأرواح خلال السباقات. سيارة رائعة الجمال، سمحت لنا شركة أستون مارتن بالعاصمة الأمريكية واشنطن دي سي نجي ونطلع عليها. هذه السيارة بالموسم الثاني لها بعالم الفورمولا 1 مع سائقين سريعين، سيباستيان فيتيل بطل العالم 4 مرات ولانس سترول. كلكم بتقودوا سيارات عادية من اليومية، سيارة فاتيو دو فيل، سيارة للمدينة، وسيارات فخمة، ولكن كل سائقي العالم يحلمون بأن يجلسوا خلف مقود سيارة فورمولا 1. كل السائقين بالعالم، لأنه قديش في عندكم سائقين بالألاف، عشرات الألاف حول العالم، يمكن 20 سائق فقط سنحت له الفرصة أنه يقعد خلف مقود سيارة فورمولا 1. أفضل ما توصلت إليه صناعة السيارات فيما خص السباقات موجودين القطع والتكنولوجيا والأفكار يلي معظمها سرية موجودين بإحدى هذه السيارات مثل سيارة الأستون مارتن R22.